أخ الرئيس، وزارة التربية طبعاً نعلم وزارة التربية يجب أن تكون واضحة في اختيار هذه القيادات والكفاءات التي ستنهض في التعليم. يعني احنا رأينا الاختيارات الأخيرة اختيارات لم تكون على قدر المستوى التعليمي، وهي قيادات أتت عبر اختيارات خاصة وغير منطقية طبعاً. وهناك أمور في التعليم كثيرة يجب أن ننهض بها، واليوم يجب أن نقف جميعاً ونرى من حولنا ما يدور في الوضع الإقليمي والعربي، ودور وزارة التربية والتعليم كبير في زرع الولاء والانتماء لهذا الوطن. ولهذا الوطن يجب أن يكون العنوان الولاء والانتماء يكون منهج من مناهج التعليم، من ضمن مناهج التعليم لأبنائنا الطلبة والناشئة من البنين والبنات، لنخبرهم بأن هذا الوطن للجميع، وأن الولاء والانتماء هو ما يغرس في في فيهم من خلال التعليم ومن خلال وزارة التربية. ونحثهم على التضحية لهذا البلد، كما شهد التاريخ بأن أهل الكويت جميعا قدموا لوطنهم الغالي كثير من التضحيات على مر التاريخ. أخ الرئيس، طبعا وزارة التربية اليوم هي مسؤولة مسؤولية تامة عن هذا الأمر، ونوجه اليوم الحكومة بأن تدعم هذه الوزارة وتدعم المناهج التعليمية بأن تتطور وتكون الأفضل إن شاء الله.